عقود تمر وسوق العطارين في قلب مدينة طرابلس يعج بالمتسوقين من كل أنحاء الفيحاء يقصدونه بحثاً عن ما هو رخيص يناسب قدراتهم الشرائية في زمن الانهيار. ولو أن اسمه يدل على ما اشتهر به تاريخياً أي محلات العطارة، بات اليوم يشبه السوق الشعبي، ولو أن دكاناً أو دكانين يتوسطان هي بيعان العطور والأعشاب. كان سوق العطارين، بس هلا صار سوق المعترين، عقلة المادة وعقلة الشغل والعمل، صار سوق المعترين مشان تعرف يعني ايه. وهذه نحن تراجعنا لورا بالمية تسعين تراجعنا. كان هذا سوق الشمال المركزي، هذا سوق العطارين كان سوق الشمال المركزي شمال. تدريجياً بدأت دكاكين بيع الخضار واللحوم والخبز تحتل زوايا السوق، بسطات تمتد يميناً ويساراً، باعة يصرخون لجذب الزبائن، لكن المبيع تراجع كثيراً. ويستوقف المار على طول هذا السوق شكاوى تسمع من التجار والمواطنين على حد سواء بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. مأساوي جداً صراحة، يعني عم نشتغل 10% اللي كنا نشتغله هذيك السنة كثير. يعني هذيك السنة قلت لك مثل هالوقت كان ما نلحق نحن شغل. هالسنة في عاشقة عالم عم تنزل عالم على الأكل، على الأكل الضروري وعلى الشغلات حتى بالتنظيف صارت عم تختصر الضروري. الأول كنا مثل هالوقت يعني يكون في عنا عشاء ونكون عم نبيع العالم، هلا في عالم السوق بس عم تسأل عن الشغلات الضرورية. في شهر رمضان الكريم يقصد كثيرون هذا السوق، فهنا تباع أكثر الأطباق شهرة في طرابلس، أي المغربية الجاهزة. ناهيك عن الحلويات الرمضانية من كرابيج وقطايف وخبز يعرف بالمشطاح، روائح شهية توازي روائح العطورات التي زينت دكاكين هذا السوق في الماضي. يصمد سوق العطارين وتصمد دكاكينه وأصحابها بوجه التغيير والأوضاع الاقتصادية التي تنعكس على كل بائع وكل تاجر، ترافقها شكوى الناس التي تسمع في كل زاوية، شكوى من أحوال وصلت بهم إلى قاع القاع. ليلى خليل، الغد، طرابلس، شمال لبنان.